لوسي ليبي، أكتر شخص مكروه حالياً في المملكة المتحدة. اتحكم عليها بالسجن المؤبد بعدما أثبت إنها مجرمة بقتل 7 أطفال وإصابة 6 آخرين على الأقل. لوسي مولودة 4 يناير 1990، كانت الطفلة الوحيدة لعيلة انجليزية عادية جدا، وحسب ما حكت صاحبتها من ايام المدرسة لوسي كان نفسها تكون ممرضة من وهي صغيرة، وفعلا كبرت لوسي وبقت ممرضة رضاعة. ما بين سنة 2015 و2016 كانت بتشتغل في مستشفى اسمها كاونتس اوف تشستر في انجلترا. اعتدت على 13 طفل من خلال استخدام طرق وحشية جدا، منهم اعطاء الاطفال جرعات زائدة من الانسولين، تغذيتهم الحليب بكميات زائدة، وكمان فرض الهواء في جسمهم. بكده تكون قتلت 7 أطفال واذت 6. والشرطة لحد دلوقتي بتحقق في قضايا 4000 طفل كانوا تحت رعاية المستشفى في الفترة اللي لوسي كانت بتشتغل فيها. ومش بس كده، في حالة من التخوف الكبيرة ان لوسي تكون ارتكبت جرائم اخرى بين سنة 2012 و2015 لما كانت بتشتغل في مستشفى ليفربول للسيدات. الشرطة اكتشفت نوت كتبتها لوسي بتقول فيها: I am evil, I did that. تفتكروا ايه اللي خلى لوسي تعمل كده؟ وده كان الاعتراف الوحيد اللي صدر من لوسي بخصوص الجرائم. مع ان الاعتراف ما استخدمش في المحكمه كدليل، لوسي ادينت بكل جرائمها البشعه يوم 21 اغسطس 2023. السبب اللي خلى لوسي ارتكب كل الجرائم دي لسه مش معروف، بس المؤكد انها بقت اشهر قاتله اطفال في تاريخ بريطانيا الحديث، وتوصفت بخبيثه وبريت القلب في محاكمتها اللي ما حضرتهاش. وقتها تم تعديل القانون في المملكه المتحده اللي كان بيسمح للمدعي عليه بعدم حضور محاكمته الا انه بقى ملزم يحضر المحاكمة ويواجه ضحاياه اللي هم في الحالة دي أهالي الأطفال. تفتكروا إيه اللي ممكن يخلي بني آدم يقوم بالتصرفات الشيطانية دي؟ لو عايزين تعرفوا أكتر عن لوسي اكتبوا لنا في الكومنتس تحت.